يعني المسألة احنا نمر افرض بصحيح البخاري. طيب هذا كتاب لاخوان من باقي الفرق الاسلامية يعتبروه عدل القرآن نبه لي، ويعتبروه اصدق كتاب على الارض وهو عدل القرآن، ويقولون اذا قرئ في بيت فيه الطاعون يطرد الطاعون. طيب ويقولون اذا قرئ في سفينة كان امانا لها من الغرق، ويقولون 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 والى اخره. يعني لما تقرأ الصفات اللي تعطى لهذا الكتاب صفات عجيبة. طيب احنا ما نريد ننكر هالمعنى، او بالاحرى يعني ما يبعثنا على الاستغراق. الحديث النبوي الشريف الى بركته والى قيمته، لكن دخل نجي الى هالكتاب نشوف موقفنا من عنده شنو بشيء من الصراحة. قلت لك وردني به سؤال، يعني احنا مثلا شنو موقفنا من روايات صحيح البخاري؟ اولا هذا الرجل شيوخه من هم اللي يروي عنهم، والرواية شنو هي؟ نعم، وهو شنو؟ نبه لي ثلاث اشياء دني خلي نمر بهن. اولا نجي الى من يروي عنهم، وانا ما راح انقل لك راينا راي الاماميه ابدا، لا انقل لك اراء المذاهب الاسلاميه نفسها، يعني اراء جماعته بتعبير اخر. نبالي اولا هو يروي عن قسم من الكذابين. نعم اكو بعض رواته كذابين، شوف تهذيب التهذيب، نعم شوف قواعد التحديث اللي تحب، ذن الكتابين راجعن وراجع غيرهن من الكتب الاخرى، واللي عنده من عندكم مثلا الامام الصادق والمذاهب الاربعه اكو فصل في الجزء الاول عنده في على ما اتخطر في صفحه 77. زين خلي يشوفه ويقرا المصادر، يعني ما اكو انا ما اذكر لك عن مصدر من مصادرنا، مع ان مصادرنا علماءنا من اوثق خلق الله، لكنه ارغب ان يكون المصدر من علماء باقي المذاهب الاسلاميه. يقولون يروي ويذكرون اسماء، انه اولا يروي عن بعض الكذابين، هاي وحده. اثنين يروي احصول من الضعفاء الذي يروي عنهم 80 من الضعفاء الذين يروي عنهم، هاي اثنين. ثلاثه اكو عند بعض شيوخه، خل اقدم لك نموذجين منهم. عند شيخ من شيوخه محمد ابن المثنى العنجي، اللي يحب خلي يقرأ كتاب آفة أصحاب الحديث لابن الجوزي، يمر هذا محمد ابن المثنى العنجي يقول احنا قوم لنا شرف. ليش؟ يقول ان رسول الله صلى لنا، صلى الى عنجة. تدري هي القصة شنو هي؟ يعني يقول احنا ان شرف على القبائل، احنا افضل من بعض القبائل، لان يعني النبي توجه لنا وصلى لنا. هذا ايش فاهم هو؟ النبي صلى الله عليه واله كان لما يصير بين المقابر احيانا يطلع للعظه والعبره، كان النبي يقول نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها ترقق القلب وتذكر الاخره. فكان رسول الله صلى الله عليه واله احيانا يريد يصلي ما بين القبور يحط له عنزه. العنزه يعني العصا اللي يمسكها بيده، يحطها حاجب بينه وبين القبر حتى تزول الكراهة، لأن يكره أن يصلي الإنسان وهو متجه إلى القبر، فيحط عنزة بينه وبين القبر ويصلي. هو متصور أن عنزة قبيلة، يعني قبيلة عنزة. نبالي شوي زين. هذا واحد من شيوخه، نبالي هذا ممن يروي عن محمد ابن المثنى. شوف آفة أصحاب الحديث. الثاني الحافظ عثمان ابن أبي شيبة، يقول عنا أحمد ابن عبيد الله، يقول انا كنت يوما من الايام عنده بالدهليج وهو طلع علينا، طلع يقرا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. يقول شافني قال لي نون والقلم وما يسطرون هو في اي سوره؟ فين ارجوك هذا؟ اذا هالمعلومات البسيطة هذه ما يعرف هذا، ها؟ إيه هذا شنو هذا مثلا؟ هذا أنا شلون أنا مفروض يعني مفروض علي أنا أحترمه؟ ها؟ بدي أعطيك نماذج أنا وأذكر لك المصادر بالذات. طيب هذا الشاب الله ما يعنينا أن يكون ذولا فد اثنين ثلاثة من النوع حسن النية نعبر عنهم. زين؟ خليهم على حدة.
لكن هذا يروي عن أناس يتقربون إلى الله بشتم علي بن أبي طالب. زين، يعني أرجوك هذا يجي يروي لي عن عمران ابن حطان. عمران ابن حطان اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يتقرب رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، حبك حبي وبغضك بغضي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. إذا بنص حديث النبي أن هذا ما إلى نصيب من الإسلام أروي عنه أنا واعتبره مسلم؟ هذا أنا أروي عنه واعتبره مسلم وما إلى نصيب من الإسلام. يروي عن حريز ابن عثمان الحمصي، حريز هذا كان يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب. يروي عن فلان عن فلان عن فلان، والنبي ذولا من مجموعة من أعداء علي بن أبي طالب، ما أقدر أعدد لك أسماء ويا جماعة منهم. ويجي مع ذلك والنبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، والقرآن يقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنا أروي عن كاذب؟ أخذ عن كاذب؟ هاي ثلاثة أربعة. تعال إلى مضمون الروايات. أرجوك أنا أقرأ بعض الروايات، أقرأ بعض الروايات، وهذه الروايات تخلق لي مشكلة. يعني أولا قد تنشب إلى بعض أنبياء إلا لون من ألوان الركة. يعني مثلا أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون أن موسى أدر، أدر بتعبيرنا العامي يعني عنده قروة مثل ما نقول. زين، فهذا يقول أراد أن رادوا يعرفون أن صح. أولا الله عز وجل ما يبعث نبي بعيب، نبعاها جسمية ما بي ينزيها، تفرض هذا الساموز ما فرضها معاها جسمية، افرض هالرواية مو قبول. لكن نجي يقول أرادوا بني إسرائيل أن يتعرفون أن صدق أدر أو لا، خلوه إجا يسبح بالبحر الأحمر، شال هدومه حطها على حجر ونزل للماء. بمجرد أن نزل أوحى الله إلى الحجر أنطر، طار الحجر يقول. زين، طار وأخذ ثياب نبي الله موسى، وطلع نبي الله موسى عريان يطارد ورا ثيابه، إلى أن شافوه أن مو أدار، اقتنعوا ذاك الوكيل. أرجوك هذا اللون من الفكر يشرفنا، هذا اللون من الفكر يرفع من قيمتنا كمسلمين. أسا الله مثل ما يطير الحجران يطير موسى وراء والشكل، بدل ما يفضح نبيه ونطلع عريان. يعني ما أعرف هاللون من الرواية، هذا نمط. مثلا أرجوك هذا أنا أقرأ لي بي رواية، هذه الرواية يقول لما أراد الله عز وجل أن يأخذ روح نبيه موسى أنزل عزرائيل، قال له اذهب واقبض روحه، أقبل إليه قال له: ما ورائك؟ قال له: جئتك. قال له: جئتني زائر أم قابض؟ قال له: لا، جئتك قابض، كن أقبض روحك. جئت تقبض روحي؟ رفع يده لطمه ففقأ عينه ورجع إلى ربه بعين واحدة. زين زين يا سيدي، أرجوك أنا ما يشرفني أن أنسب هذا الفكر للإسلام، ما تشرف بغض النظر. عندك مقدس؟ عندك مقدس على فافي علي قداسة أنا فيم عندك. لكن أرجوك يعني أنا ما مفروض بي أني لما أشاهد هاللون من الفكر وأشوف هالمقدمات العريضة الطويلة في مدح هذا الكتاب. بعدين هذا الرجل ماذا أدري أنا، كل ما روى في علي بن أبي طالب ثلاثة أو أربعة حديث. ليش علي بن أبي طالب، ليش الموقف من عنده؟ يعني أرجوك علي بن أبي طالب إذا نرجع من منطلق إسلامي، وأول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أعظمهم حلما، أرجعهم علما، هذا الرجل اللي ما مرت لحظة من لحظات حياته هو مو في خدمة لا إله إلا الله وخدمة الإسلام والمسلمين. طيب هذا الرجل ما يروى عنه شيء،
أبناء آل محمد الإمام الصادق هاي القمة ما يروى عنا شيء. وشيخ من شيوخ مروان بن الحكم، أروي عن مروان بن الحكم. يا سيدي تاريخنا يحتاج احنا أن نبدل، يعني أرجوك الله عز وجل غدا يسائلنا يقول أنا منحتكم عقول وأبكار ومقاييس، وليش احنا نجي إلى الموروث؟ هذا الموروث شوية ما نفلفلة، هذا الموروث أكو بيه أنماط، هذا التراث لازم نحلله نسلط عليه الأضواء. ما هو إسلام وما هو ثابت؟ والله نتقرب إلى الله به ونعتبر جاد دسم وغذاء فكري طيب، وبنفس الوقت نعتبر تراث مشرف. لكن أرجوك أنا أجي إلى روايات من هالنمط أو أجي إلى أشخاص من هالنمط، ليش قحط تاريخ المسلمين؟ ما بي ناس انضافوا طيبين؟ لا قطعا احنا نقف موقف الف سلبي. ارجوك اللي يقف من علي بن ابي طالب موقف سلبي ما احترمه انا حتى ياه اللي يكون هنا، لان هذا الرجل ما كان يوم من الايام في غير خط لا اله الا الله وخدمة لا اله الا الله، وما كان يوم من الايام ذلك الساعد إلا الساعد المدافع الحامل للواء المسلمين. طبعا أنا هذا ما ممكن أتغاضى عمن يقف منه موقفا سلبيا أبدا. خل أكتفي بها الجملة.